تبون يمشي يحضر إلى المناورات العسكرية. كست محطة، شوف 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 الناس كيف تحضر المناورات العسكرية بالذخيرة الحية. قال لك نعم، وكان قال لك وعلاش تعلقوا عليها؟ أول مرة أنه تبون يحضر لمناورات عسكرية سواء بالذخيرة الحية أو بدون ذخيرة حية، أول مرة. وعلاش؟ وينوضوه في أسمح ربي سموها فجر 2023. وعلاش هذا المرة يحضروها ويجي يستقبلوه بالطيارات وكذا ويعملوا له هيلمان؟ اون بليس دو سا، مناورات عسكرية ما يلقيوش فيها الناس خطاب ولا يبعث رسالة قال يوجه ما كانش. هادو تمرنوا عام كامل، نهاية السنة جاو عملوا مناورات. عملوا مناورات بكري مثلا كانوا المدرسة تاع تكوين ضباط الاحتياط تاع بليدة، يعني مناورات نهاية السنة 4 أيام بيفواك، اسموها بيفواك ما اسموهاش مناورات. ديروها في واد الهاشم في تيبازا في شرشال، والأكاديمية العسكرية يروح يديروها في حاسي بحباح. وتقريبا كل أكاديمية المدارس الحربية للمدارس العسكرية يروحوا لحاسي بحباح، ولكن الأكاديمية هذه في حاسي بحباح ما كاش ذخيرة حية، ما كاش ذخيرة حية غير هادو باش يروح يشروها من الروس شير تشيبا. ايه دراما ذوك اللي تحرقت فيهم، بنوهم سبيطارات يا ولد الحرام، بنوهم مدارس، اشروهم دي بيس للشعب، روح اشروهم حليب، روح اشروهم بيض، روح اشروهم بصلة. يجي سيخونا يدير ديسكور ما عنده حتى علاقة بالمناورات. هاي قال لك الصحة هو عبر عن ارتياح وكذا، مش كاين، داروا خدمتهم، داروا خدمتهم سيلور بولو. هادو تقول لي عبر عن ارتياحي للمستوى الذي وصل إليه، هادو خدمتهم راك داير لهم بيجي ب 18 مليار دولار للعام. ايه سي 18 مليار دولار نورمالمون، ب 18 مليار دولار راك صدمت على المغرب وعلى السنغال وعلى موريتانيا وعلى النيجر وعلى المالي. سمعت هذا روح كامل صدمت عليه وهنيتنا، ما بقيتش الاخر تمارس هذيك خدمه الانسان اللي ما يتسماوش ما يتصفوش، وتظل انت تبتز في الجيران وتستفز فيهم ولا وتستفز في الشعب الجزائري. 18 مليار دولار ما يقول لهم مستوى لا، وما يقول قالوها له الاخرين وما يحشمش يقول يعاودها. الجزائر هي من الدول القليله اللي تقوم بتنفيذ هذا النوع من التمارين بالداخل الحيه. ايه ما يفيشوش دراهمهم الناس، يعملوا مناورات عسكرية عند الدول وكذا وي ينقور، ما يخسروش ذخيرة كما تخسرها الجزائر. ويدخلها قال لك انه السياقات الإقليمية تزيد من عزم البلاد. يعني مش السياقات الإقليمية، يعني يروح يقول لك عن 16 مليار دولار وراك شاري سلاح شاري كذا، روح حز مع المغرب يروح عليك. هاي يا سي شيش كونسيدو كلني يا سي مضبع مش منصيب
الصيد انت تطبع قط مديقوتي كما كان يديروا السليم تاع بوزيد. انا قط مديقوتي يعني قط فييو ومديقوتي، هذا واش تكون. وبعد يجي يقول الجزائر كانت ولا تزال قلعة للسلم والأمان، ولم تكن منذ استقلالها مصدر تهديد أو اعتداء على أحد. وشعب الجزائري وش راهو داير مسكين؟ راك ماشي تعتدي على الشعب الجزائري، راكم حاقرين الشعب الجزائري، حاقرين الشعب الجزائري. خلوا الشعب الجزائري حر على روحه ينتخب قيادة سياسية بكل حرية بكل ديمقراطية. شوفوا وين يكون مكانكم، مكانكم في المزابل، مكانكم في المزابل. كاش تهديدات ما كاش داخل، ما لاوش الاجتماع اللي درتوه وقال اسنا حبط زيد حشد حشود عسكري على الحدود المغربية. واش معناها تهديد ولا واشنو؟ واشنو هذاك؟ تحشد في قواتك على الحدود، ايه تحشد فيها راح يزم عليك. سمعت بلي المغرب راح يزم، قالك ديروا اجتماع في كذبة كبيرة، كذبة بيخة. لأنه لو كانت كذبة صحيحة راك قطعت العلاقات مع فرنسا كما رقتها مع المغرب وإسرائيل. وعلاش تنخليها مع فرنسا؟ فرنسا بغات تحاول تزعزع لك الأمن ديالك. كذابين، خاس، متحشموش، متحشموش. قلبنا يوجعنا انه بلادنا بين يدين ناس كيما انتوما. قلبنا يوجعنا، شكون اللي ما يوجعش قلبه على بلاده؟ شكون ما يوجعش قلبه على الجزائر؟ ألذ الأعداء ما داروش في الجزائر واش راهم دايرين فيها عصابة العراية هادو، ألذ الأعداء ما داروش فيه. ربي يقدر الخير لبلادنا، ربي يبعد عليها ولاد الحرام، ربي عجب برحيلها العصابة المجرمة. السلام عليكم ورحمة الله.